بداية، قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد المجاهد عبد الرحمن خان المدعو سيلامين، حيث كتب في حسابه على تويتر: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد والطبيب والوزير الأسبق عبد الرحمن خان المدعو سيلامين، وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلة الفقيد ورفقائه بتعازي الخالصة وأصدق مشاعري المواساة، متضرعا لله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. إن لله وإن إليه راجعون.